القدسية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. موضوع محاضرة اليوم هو عن اللغة، وكما يعلم الجميع فإن الحراك الذي عرفته البلاد العربية مؤخراً اهتم بعناوين متعددة، أحد أهم هذه العناوين عنوان الهوية، وداخل هذا العنوان اللغة كانت حاضرة خصوصاً هنا في المغرب، فسؤال اللغة طرح بحدة خلال الأشهر الأخيرة، وكما تعلمون فقد توج في الدستور الجديد بدسترة لغتين، اللغة العربية واللغة الأمازيغية. ما يعاب على النقاش الذي دار خلال الشهور الأخيرة بالمغرب أنه كان حكراً على السياسيين، في حين الموضوع هو أكاديمي بامتياز، فلا يمكن مقاربة هذا الموضوع من خلال السياسة لما تعرفه السياسة من تقلبات وما لها علاقة وطيدة بمزاج الحراك الشعبي، في حين هذا الموضوع يتطلب حكمة الأكاديميين الذين يدرسونه بناء على معطيات علمية دقيقة وتجارب لدول أخرى تمكن من سن سياسة تذهب في هذا البلد إلى بر الأمن. الدكتور رشيد بن الحبيب كما يعلم الجميع وهو غني عن التعريف هو أحد مؤسسي هذا المركز، نرحب به في بيته. حاليا هو أستاذ في جامعة قطر، سيلقي محاضرة بعنوان فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل، فله الكلمة مشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بداية أشكر الإخوة الأفاضل لمركز دراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية على هذه الدعوة الكريمة التي سعدت بتلبيتها، وإن لم أكن مستعدا للمثول أمامكم للحديث في موضوع اللغة.
حلقات الأم بصفة خاصة. كما لا يفوتني أن أهنئ جميع الأخوة الحاضرين برمضان المبارك، سائل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم. ولا يفوتني أيضا أن أهنئ رواد مركز دراسات البحوث الإنسانية والاجتماعية بهذه المعلمة الحضارية المتميزة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في مستواها، وأن يكون أن تكون عمرانا مليئا بالإنسان الفاعل والإنسان المنتج. موضوع هذه المحاضرة في الحقيقة موضوع غير مكتمل، جمعت بعض أطرافه من مواقع متعددة ومن مراجع متعددة على أساس أن تكون ورقة نتشاور ونتحاور حول كثير من نقاطها على أساس أن يكتمل البحث في صورة نهائية قد تكون صالحة للنشر مستقبلا. عنوان البحث: فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل. بطبيعة الحال لن أدخل في تحديد مفهوم لغة الأم لأنه مفهوم شائك وقد يضيع علينا فرصة الاستمتاع بما تقوم به الدول من إنجازات ومن جهود في سبيل خدمة لغتها. تعتبر اللغة الأم من أهم خصائص الكائن البشري وأشدها ارتباطاً به، حتى عرف الإنسان في الأدبيات الفلسفية بأنه حيوان ناطق ومفكر، وكل المهمات التواصلية التي يتطلع بها الإنسان دون سواه من المخلوقات لا تتم في الأصل إلا باللغة، وإذا غابت اللغة بحث عما يعوضها لتحقيق التواصل المؤدي إلى الترافق والتعاون. فقد تفنن الإنسان في أشكال التواصل الشفوي ووضع الحروف الألفبائية ولغة الإشارة ولغة بريل ولغة موريس لأنواع التواصل الكتابية والإشارية، وحاول اصطناع الإسبرانتو لغة افتراضية للجنس البشري لأنه لا يستطيع أن يعيش دون لغة، كان هذا ديدنه مذ خلقه الله على وجه الأرض. وقد فطر الله الناس على محبة ألسنتهم وخلق فيهم غريزة إجلالها والذود عنها، فاللغة عندهم كالعرض لا يقبلون أن تداس حرمتها وتنتهك. وقد تغنى الفلاسفة والحكماء والشعراء بلغاتهم ونسجوا حولها الأساطير واعتقدوا الصلة بين اللغة والألوهية، وحاولوا أن يثبتوا أن تاريخ الدين هو بمعنى من المعاني تاريخ اللغة نفسه. فقد اعتبر اليونانيون لغتهم لغة الآلهة وأكمل اللغات، وكل ما سواها بربرات ورطانات. وكذلك فعل الكنعانيون والعبرانيون، كما اعتبرت الكنيسة الولاء اللغوي شأنا من شؤون الإيمان عبر شعارها: من يفقد لغته يفقد إيمانه. ولم يكن العربي أقل عشقا للغته، ولم تكن العربية أقل حظا من غيرها عند أهلها، خاصة بعد أن حملها الله تعالى شرف الرسالة الخاتمة. بموجب ذلك اعتبرها فريق من العلماء توقيفا ووحيا، كما اعتبروها من الدين، واعتبر الجهل بها مدخلا إلى كل الضلالات، والحياد عنها نقصا في المروءة، والخطأ فيها مظهرا من مظاهر الضلال: أرشدوا أخاكم فقد ضل. تعدد اللغات وأصل الفطرة: طبائع الأمور تقتضي أن كانت اللغة واحدة لجميع الجنس البشري الذي كان محدودا في الزمان والمكان، لكنها في مرحلة من مراحل التاريخ البعيدة والغامضة تعددت وتكاثرت، وانفرد كل فريق بلغة طورها بحسب حاجاته. وسواء أكان أصل اللغة محاكاة لأصوات الطبيعة أم توقيفا إلهيا وعلم آدم الأسماء كلها، أم اصطلاحيا تواضعيا أم ذلك كله، فإن قصة خلق اللغات واختلاف الألسنة ظلت مرتبطة بالدين أيا كان هذا الدين، وأن المصادر الأولى لاختلاف الألسنة ظلت الكتب المقدسة بامتياز. فقد ورد في سفر التكوين: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب:
هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. ومهما قيل في أصل تبلبل الألسنة واختلافها في القصة الواردة في سفر التكوين أو فيما حيك حولها من أساطير، تبقى اللغات آية من آية الله، ومن آيته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وتبقى محبتها والارتباط بها فطرة بشرية عزيزة عن التفسير. ولحكمة ما أرادها الله تعالى كانت المسألة اللغوية حاضرة منذ اللحظة الأولى لخلق الإنسان، فقد كان أول تعليم رباني تلقاه الجنس البشري ممثلا في آدم عليه السلام هو اللغة والبيان، وعلم آدم الأسماء كلها حتى قبل أن يتعلم آدم كسب قوته أو عبادة ربه أو ستر عورته. لقد كانت اللغة وما تزال وسيلة الاتصال الفطرية الأولى بين الشعوب، وهي وسيلة اتصال السماء بالأرض في كل الديانات والرسالات. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بلسان قومهم ليفهموا عنه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقد قويت الصلة بين الأديان ولغاتها، واعتقد أتباع الديانات لغاتهم أفضل اللغات، ولغة الخلود، ولسان أهل الجنة، ولغة الفطرة البشرية. وقد عرض موريس أولندر في كتابه لغات الجنة بعض الرؤى المتعلقة بالموضوع. يقر ماكس ميلر أحد الذين أبدعوا في بيان هذه العلاقة الفطرية أن جميع الأديان تتميز بنفس الحدس ونفس الوحي ونفس الحقيقة الربانية التي يعبر عنها في اللغات الإنسانية الكثيرة. فالتطور اللغوي بالنسبة إليه مرتبط فعلا وبصرامة بتجليات الفكرة الحدسية للرب. ويرى أنه بإمكانه أن يحقق هذه العلاقة المتميزة بين اللغة والاعتقاد الديني الفطري عندما يدرك العلاقة التشابهية بين الدين الوحيد لكل شخص ولغته الأم. وقد نقلت لنا أخبار كثيرة عن سلف هذه الأمة توضح لنا نظرتهم التقديرية إلى اللغة العربية وإنزالهم إياها منزلة لائقة. فالعربية عندهم لسان الوحي ووجه من وجوه الإعجاز فيه، والاشتغال بها لا يقل أهمية عن الاشتغال بعلوم الشريعة. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: تعلموا العربية كما تتعلمون حفظ القرآن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال الحسين بن علي: تعلموا العربية فإنها لسان الله الذي يخاطب به الناس يوم القيامة. بل وذهب علماء المسلمين إلى رصد تأثير اللغة في المروءة والخلق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا في العربية فإنها تزيد في العقل وتثبت المروءة. وكان التابعي الجليل قتادة يقول: لا أسأل عن عقل رجل لم يدله عقله على أن يتعلم من العربية ما يصلح به لسانه. وقال طه حسين من المعاصرين: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا معرفة لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضا. وإذا كانت اللغة لسان المجتمع الفطري، فإن الدين هو حقيقة الخلق الاجتماعي في الأمة، وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختلاف المظاهر الاجتماعية، فهو بذلك الضمير القانوني للشعب، وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها النفسية. ومن مبادئ وعي الأمة بذاتها أن تعي لغتها، والتخطيط للتمكين لها متوسلة بكل غال ونفيس. ومن أجل ذلك تأسست المراكز التي تشرف على التخطيط اللغوي، كما خطت الدول خطوات جبارة في مجال تطوير لغاتها وصناعة معاجمها، يحدوها عشق كبير ورغبة ملحة في جعلها أكثر تداولاً وانتشاراً. فقد أورد كليس على سبيل المثال سنة 1980 قائمة تضم 3092 معجماً للغة الألمانية، منها 1163 معجماً وحيداً اللغة، 1270 معجماً ثنائي اللغة، 695 معجماً متعدد اللغة. ومع ذلك يخشى فينوفيس أحد علماء ألمانيا على الألمانية التي يراها مهددة بالإخفاء
في ظل أوضاع حضارية عالية التصنيع. سأحاول في هذه الورقة التركيز على نموذجين بذلا في خدمة لغاته مجهودا غير عادية، النموذج الفرنسي والنموذج الإنجليزي، مع مقارنتهما بما بذله العرب ويبذلونه في خدمة لغته. فرنسا واللغة الفرنسية. عشق الفرنسيين للغتهم وتجلياتهم. يفضل السياسيون الفرنسيون التركيز على الأهمية المعنوية للغة الفرنسية بوصفها اللغة العالمية للوضوح لا كلارتي والجمال لا بوتي والكمال بيرفكسيون، وباختصار للحضارة الأوروبية. وعشق الفرنسيين للغتهم هو ما دفعهم إلى دعمها والتمكين لها، ابتداء بمحاربة اللهجات الطفيلية التي تعتبر عاملا من عوامل التفكك. فقد جاء في بيان من مجلس الثورة الفرنسية: أيها المواطنون، ليدفع كل منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات في جميع أقطار فرنسا، لأن تلك اللهجات تعد رواسب من بقايا عهود الإقطاع والاستعباد. وقد أدرك الفرنسيون أنه بدون لغة موحدة لن تكون هناك دولة قوية، ولذلك سعوا إلى تعميم التعليم ورفع المستوى اللغوي لجميع المواطنين. يقول الراهب ريغوار: إن مبدأ المساواة الذي أقرته الثورة يقضي بفتح أبواب التوظيف أمام جميع المواطنين، ولكن تسليم زمام الإدارة إلى أشخاص لا يحسنون اللغة القومية الفرنسية يؤدي إلى محاذير كبيرة، وأما ترك هؤلاء خارج ميادين الحكم والإدارة فيخالف مبدأ المساواة. فيترتب على الثورة والحالة هذه أن تعالج هذه المشكلة معالجة جدية، وذلك بمحاربة اللهجات المحلية ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بين جميع المواطنين. ألف: تأسيس منظمات لخدمة اللغة الفرنسية والترويج لها. أحدثت فرنسا عشرات التنظيمات والأجهزة لتطلع بمهمات الترويج للغة الفرنسية والحفاظ على هيمنتها، وخاصة في المستعمرات القديمة. ومن أشهر بنياتها الرسمية مع تواريخ تأسيسها: اتحاد الجامعة الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية أوبيل 1965، فيدراليات الجمعيات للانتشار الفرنسي 64، وكالة التعاون الثقافي والتقني 70، المجلس العالمي للفرنسية 75، المجلس الأعلى للفرنكوفونية 84، قناة تي في 5 الفضائية وأضيفت إلى الآن الشرقية، المجلس الأعلى للغة الفرنسية 89، جامعة سانغوفي الإسكندرية 89. فضلا عن عشرات الجمعيات والاتحادات المرتبطة بالكتاب والإعلام والصحافة والإدارة، مثل الجمعية العالمية للعمد الفرنكوفونيين، جمعية عمد البلديات الفرنكوفونية، برلمان الدول الفرنكوفونية، وأشهر تلك المؤسسات المنظمة العالمية للدول الناطقة جزئيا أو كليا باللغة الفرنسية الفرنكوفونية، التي تتطلع بمهمات الترويج للغة الفرنسية وثقافتها وهيمنتها، والتي يصفها جاك شيراك بأنها قوة ناعمة. يقول عبد اللطيف اللعبي، وهو أحد المغاربة الذين تخلوا عن الكتابة بالفرنسية في إنتاجهم: الفرنكوفونية نقطة ارتكاز للاستراتيجية الاستعمارية الجديدة، إنها بمثابة انبعاث للإمبراطورية الفرنسية يعود على الفرنسية الامتيازات البيروقراطية. تتحرك الاستراتيجية الفرنكوفونية على جبهتين: جبهة رسمية من خلال ربط الدول، هذه الدول بأطر سياسية تشرف عليها باريس، وجبهة شعبية من خلال تكثيف نشاط المؤسسات الثقافية الفرنكوفونية في هذه المجتمعات، وتشجيع الإنتاج الثقافي باللغة الفرنسية ودعمه بالحوافز والرعاية المادية والإعلامية. بهذا المعنى نستطيع أن نفهم أسباب الحرص الفرنسي الكبير ومنذ سنوات الخمسينيات على إيلاء المشروع الثقافي الفرنكوفوني أهمية استراتيجية في سياسة فرنسا تجاه البلدان التي كانت تشكل جزءا من مستعمراتها. فحين تحتل الفرنسية مركزا حيويا في برامج التعليم في كثير من هذه البلدان خاصة إفريقيا منها، وحين تكون هذه اللغة هي لغة الإدارة والبحث العلمي ولغة البنوك والمصارف والبورصات
والجهاز الدبلوماسي كما هو حالها في أكثر من 3/4 مستعمراتها السابقة تكون قد اجتمعت سائر الشروط أمام فرنسا لتحقيق سيطرتها المتجددة على هذه الأطراف المستقلة عنها سياسيا. وبهذا المعنى أيضا نستطيع القول إن فرنسا نجحت في أن تحول الفرنكوفونية إلى رأس مال مادي حقيقي للاستثمار في مجال تنمية مصالحها اللغوية والاقتصادية وتجديد سيطرتها في البلدان التابعة لها. التشريعات والتخطيط لحماية الفرنسية. تجد اللغة الفرنسية التي لا يتجاوز المتحدثون بها 300 مليون نسمة بمن فيهم سكان فرنسا من الرعاية والحماية ما لا تجده لغة أخرى في العالم. فمنذ سنة 1794 أي منذ عهد الثورة الفرنسية صدر قانون تعميم استعمال اللغة الفرنسية، ومن ضمن ما جاء في هذا القانون إن اللغة الفرنسية هي الأمة الفرنسية، كما نص في مادته الثالثة على أنه ابتداء من تاريخ يوليو 1794 يمنع على كل موظف أو كاتب أو مسؤول التوقيع على أي قرار أو وثيقة بلغة غير اللغة الفرنسية، وإن كل مخالف لذلك يطرد من الخدمة ويسجن 6 أشهر. وقد أصدرت الدولة الفرنسية بمناسبة الذكرى 200 1994 لصدور ذلك القانون قانونا جديدا لحماية اللغة الفرنسية عرف بقانون توبون، نسبة إلى وزير الثقافة الذي كان وراء صدوره، والذي يكفل للمواطن الفرنسي حق الحصول على كل المعلومات المفيدة في العمل والسوق والإعلام وكل الدوائر الرسمية باللغة الفرنسية فقط، وشرعت الحكومة الفرنسية في تطبيقه بصرامة وبدون تردد. كما توجد في فرنسا قوانين أخرى تلزم وسائل الإعلام الفرنسية باعتماد اللغة الفرنسية دون اللغة الأخرى إلا في حدود معينة، سواء بالنسبة إلى البرامج العامة أو الأفلام أو البرامج الوثائقية المختلفة. وفي المجال السمعي البصري تقدم غالبية المسلسلات الأجنبية التي تعرض على الشاشات مدبلجة إلى الفرنسية، وإذا أردت أن تشاهد فيلما سينمائيا باللغة الأصلية فعليك أن تقصد صالات مخصصة لذلك وهي الاستثناء، أما القاعدة فهي أن تشاهد الفيلم مدبلجا باللغة الفرنسية. وفي مجال علوم الحاسب والمعلوميات تستعمل غالبية المصطلحات بالفرنسية وبعضها غير مستساغ عند سماعه لأول مرة، فكلمات مثل إيميل شاتنج سبام كمبيوتر يسر الفرنسيون على وضع مقابلات فرنسية لها رغم شيوعها عالميا بالإنجليزية. وأمام الخوف الدائم من تراجع الفرنسية وهيمنة الإنجليزية وشيوعها حديثا تنامت دعوات إنقاذ الفرنسية من أخطار اختراق اللغة الإنجليزية، وتنامت الجهود الرسمية لإيقاف هذا الاختراق عن طريق سن حزمة من القوانين الإضافية. فمنذ بداية الثمانينيات صدرت عدة مراسيم من أجل تنقية اللغة الفرنسية من المفردات الدخيلة باعتبارها تشكل خطراً على وحدة الأمة الفرنسية. في 4 يناير 1976 صدر قانون ضرورة استعمال الفرنسية في كل مرافق الحياة العامة. 10 سبتمبر 1980 صدرت توصية تمنع نظام الازدواجية اللغوية وتفرض أحادية الفرنسية وسيادتها. كما رتب الكونغرس الفرنسي مجموعة غرامات مالية على من يستخدم كلمات أجنبية في الاجتماعات الرسمية. وبسبب التخطيط اللغوي والتدابير القانونية استطاعت فرنسا الكاثوليكية في كندا أن تحتفظ بموقعها ضد الهجوم الكاسح للإنجليزية البروتستانتية، لأن العلاقة بين هاتين اللغتين تلقي بعض الضوء على المنافسة بين النخبة الاقتصادية للغات العالم فضلاً عن الصراع الديني. تصدير الفرنسية والقتال من أجل بقائها. عمدت الحكومة الفرنسية المتتالية إلى نشر الفرنسية بشتى الوسائل، واستمات قادتها في الدفاع عنها عن طريق البعثات ووسائل الإعلام وتشجيع الأدب الفرنكوفوني عبر المناهج ووزارة التربية والثقافة. وقد ظلت الفكرة المركزية لديهم أن الفرنسية هي لغة الحضارة دون منازع على حد تعبير جون لوي كامون. ويتجلى الجانب الإيديولوجي للفرنكوفونية في فرض الفرنسية في الإدارة والثقافة والإعلام وانتزاع المكان الجغرافي لأي لغة
يمكن أن تشكل تهديداً للفرنسية حتى خارج مجالها الجيوسياسي. كما تنوعت المساعدات الفرنسية للدول الفرنكوفونية، فقد قدرت نفقات الحكومية بما بين 25 إلى 30 بليون فرنك فرنسي، وقد أنفقت هذه المبالغ على تشغيل 1200 مكتب للتحالف الفرنسي (ألونس فرونسيز) في أكثر من 100 بلد فرنكوفوني للحفاظ على لغتها في الإدارة والتعليم. كما تنفق فرنسا أموالاً طائلة على المجلس الأعلى وعلى مكتب اللغة الفرنسية الذي أنشئ سنة 73، وعلى لجنة دراسة المصطلحات الفنية الذي تأسس سنة 1954. وفي السياق نفسه يأتي إعلان الرئيس الفرنسي ميتران في قمة داكار فرنكوفونية عام 1989 بأن فرنسا سوف تلغي الدين العام للبلدان الإفريقية 35 الأكثر فقراً، والذي يقدر ب 16 بليون فرنك فرنسي، وفي المقابل ينتظر من هذه البلدان أن تستمر في ضمان الدور المتفوق للغة الفرنسية في الحكومة والتعليم. وهذه بعض صور المالي للإعلان المغربي الصادر الفرنسي على سبيل المثال. من ضمن المساعدات التي تقدمها فرنسا للمغرب في مجال التعاون الثقافي واللغوي، رصدت غلافاً مالياً كبيراً للصحف الصادرة بالفرنسية في المغرب، ويستفيد من هذه المبالغ جرائد وطنية مثل جريدة العالم وشقيقتها الحزبية أوبينيون، جريدة الاتحاد الاشتراكي وشقيقتها الحزبية ليبراسيون، وبيان اليوم وشقيقتها الحزبية البيان. كما تحظى إدارة